الجبال الوطنية على موجات الإذاعة الوطنية التونسية في الفضاء الخارجي في ميديا سنتر تحديدا من مهرجان قرطاج. نسمة الليلة نسمة بحذايا ضيف الحقيقة 10 سنين وفي التظاهرة الثقافية ديما نتلقاه وديما نلقاه حاضر. اليوم موجود في العرض الفنان الإسباني في تغطية لسهرات مهرجان قرطاج. عبد الجليل مرحبا بيك، نورتنا على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. نسيت اسمك، عرفت عبد الجليل السمراني. نسيت اسمك، أهلا وسهلا، مرحبا بيك، نورتني عبد الجليل. عايشك، مرحبا بيك وبالإذاعة ومستمعيها. وفرصة عندي برشا ما شفتكش. أي عنا برشا صحيح. المكتوب. من أيامات الصحافة المكتوبة. صحيح ولقاءات هذه الحقيقة طول السهرات صحيح نجي ونخدمه، لكن هي فرصة اللقاء اليوم بين العالميين بين المؤسسات العالمية. وأنا مرة كتبت لهم يا أخي أنا الدلاعة تفكروني كيف يصير. دونك ولينا نتقابلوا تقريبا التظاهرات الكبرى صحيح. اليوم باش نحكيو على السهرات على المهرجانات. الحقيقه عبد الجليل انا قبيله في نقاش في الاوف انا وياك قلت لك ممكن قاعدين توا تباع نتعرفوا على عدد من المهرجانات اللي باش تنطلق في الفتره القادمه. مبدئيا كان مهرجان الحمامات من اول مهرجانات اللي بدات وعملنا ندوه صحفيه وكانت البرمجه واضحه ودقه يعطيك الصحه، وكانت زاد عدد من السهرات في دقه وكانت الانطلاقه الحقيقه ومواكبه حتى لينا نحن الاذاعه الوطنيه. التاخر اليوم ممكن ثم شكون يربط الاشكال بتاع الميزانيات والامكانيات الماديه اللي تحول دون انه مهرجان مثلا يبرمج عدد من السهرات والا يجيب عدد من الاسماء رغم اللي ثم دعم وزاره الثقافه. هل انه معقول اليوم لحد اللحظه ثم فنانين يقول لك عندي سهره ولا اثنين وما زلت ما نعرفش شنو جاي؟ هذا اشكال هذا تاع تاخر البرمجه لسببين. السبب الاول هو مازال المصدر اللي دعمه في المهرجانات كيف التصرف. السبب الثاني يعود لما اصبح يسمى بالجمعيات الثقافيه. يعني انا نعرف انه مثلا مهرجان مكتبي الجمعيه الثقافيه نتاعو تم ابطالها بقرار قضائي. اما نعرف قانون الجمعيات انه كل الجمعيات تابعه للرئيس مطالبه اليا بعض نهايه كل مهرجان بتقديم تقرير مالي وادبي لرئاسه الحكومة. هذا يتاخر شويه في اعاده عمليه التحصيل المادي والدعم اللي تنجم تاخذه من وزاره الثقافه. يعني احنا عملنا جمعيات وما حيناش من وزاره الثقافه. الحل يا اما نرجعوا ما هو متعارف عليه سابقا وكانت موجوده اللجان الثقافيه. لا يجب الشيطان في اللجان الثقافيه وقعت توشيح في الاوقات الحاكمه. لكن لا يجب السيطره، من المهم جدا اللجان الثقافيه باش تلقى فيها يعني رموز الثقافه في تلك الربوع الوزن المعنوي نتاعهم يخليهم ينجموا يشتغلوا باش يجيبوا لرصد ميزانيه للمهرجانات وللبرمجه المسبقه. هكاك تعرف مهرجان وقتاش باش يبدا، هكاك الجمهور يعرف يعني تقييم العروض، وهكاك ايضا الفنان يعرف روحه وين باش يخدم مين ماهوش باش. لانه عندنا فنانين توانسه طيب مثلا محمد الجبالي في جرش يعرف روحه قبل بعام ولا ما نعرفش انا. اعتقد شهرين ثلاثة على الاقل يعني. لكن في المقابل اليوم ثم فنانين توانسه كانوا حاضرين معنا في البلاتو وحكينا يقول لك في اللحظه هذه اللي في بالي به عندي مهرجان فقط في انتظار. هو العمليه كيفاش تصير ملاك؟ ثم يعني اداره الموسيقى اداره الرقص والموسيقى يعني تاخذ مطلب ملف صحفي مع الفنان وعلى ضوء ذلك الملف تحدد القيمة المادية وأيضا يقع توزيع العمل. لما برشا فنانين حتى تخش مطلب هذه لو أنت ملف صحفي مش مطلب شغل هذه آلية معمولة أيضا ثم ملف صحفي مثلا باش يعطي فكرة على العرض اللي باش يقدمه العرض نتاعو على عدد العازفين وفق المقاييس والميزانية والمحترف فيه هو اللي يخدم والكاشي نتاعو. خلينا نكون واضحين هو يحط الكاشي لكن أيضا الوزارة عندها نظرتها أنت يعني تنجم تقول أنت عرض ما يتكلفش 10 ملايين صاحبي يحط 10 الوزارة تعرف ما ينجمش يكون 10 ثم مقاييس موضوعية. دونك هذا وأيضا ملف صحفي تبع المندوبيات الثقافيه وملفات صحفيه تتبعث الى اقول مدراء مهرجانات. توا كي وليت جمعيه يعني ما عادش تنجم تعرف شكون رئيس الجمعيه واللي هو شكون في نفسه مدير مهرجان.
وكذا الإشكال يا إما نحو الجمعيات قبل هذا في عمل على الأرين زعم زعم قال لك من أجل الشفافية المالية وربما وي في جانب الشفافية المالية لكن أيضا تعطل الأداء وتؤخر الأداء بتاع يعني اليوم إعادة النظر بالنسبة للقانون هذية في معناه مهم جدا بش تكون الرؤية واضحة وهكا تبدأ يبدأ العمل على بكري ونبدأ عارفين الميزانية بتاعنا عنا في الصيف عنا في تونس 298 تقريبا مهرجان يعني دولي ووطني وجهوي ومحلي انا نعرف تو زوج مهرجانات دوليه تو مازالوا ما صحوش عقد مع فنانين يعني تقول انت مصداقيه مدير مهرجان ورئيس جمعيه انه يحجز تلك الليله للفنان اكس لكن انا ايضا نعرف انه الفنان اكس ينجم في الليله هذيك يجي عروض مع افضل انا بيصير تداخل ويعتذر يعتذر والاخر يفقد مصداقيته قدام الجهه والميزانيه المرصوده وما الى ذلك ايضا الفنان انت في الدقيقه 90 كتبرمجوا في احد المهرجانات ينجم هو ماهوش حاضر الكونديكتور نتاع ليميسيون نتاع الفيت نتاع الحفله نتاعو يبدا مش حاضر باش يولي باش يخدم لك مع اخرين نتاع عرس نتاع ربني فهمني في حين انه المفروض المهرجان على الاقل يقدم ماده غنائيه او ماده فنيه جيده يعني ترتقي بالذوق وايضا تلبي تقول انت انتظارات اللي جاي اللي قص تذكره من التذكره هذيك هي وكان عقد معنوي بينه هو وبين الفنان من اجل تحقيق المتعه ومن اجل تحقيق المؤانسه وما الى ذلك هذا اشكال كبير نتمنى اعاده النظر فيه باش المهرجان تبدا تخدم على الفكر الفنان يعرف روحه ايش عنده ايش ما عنده